السلام عليكم، مرحبا بكم في بليزير كويزين. ما شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده، نتمنى ان شاء الله يلقاكم في صحه جيده. بالنسبه للفيديو ديال اليوم ما شاء الله غيكون عباره عن جوج ديال الوصفات. الوصفه الاولى غادي تكون ديسير بالشوكولا، ديسير بارد وسهل التحضير، مكونات بسيطه وفقط وجيز. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. دوزو دابا المقادير. بالنسبه للمقادير احتاجيت 4 لتر ديال الحليب، سكر الفاني، فلون ديال الفاني او الشوكولا، عندي بودره ديال الشوكولاط حلو، عندي بودره ديال الحليب معلقه معلقه من كل وحده، عندي جوج معالق كبار ديال السكر الخشن العادي والبسكوي. البسكوي ممكن تستعملوا اي واحد على حسب المتوفر. غادي ناخذ الحليب، غادي نزيدو عليه سكر الفاني، غادي نزيدو عليه السكر الخشن، ممكن تزيدو السكر على حسب كل واحد واش حاكي بغي ديال الحلاوة، أنا درت غي شوية. زدت عليهم الشوكولاط بودرة ولا الحليب بودرة، وزدت عليهم الفلان ديال الفاني أو الشوكولاط، ممكن ديرو لي بغيتو أو الكراميل على حسب الذوق. وغادي نخلطوهم مزيان ونديروهم فوق نار مهيلة بحال كنصايبو فلان عادي. من بعد هنا زدت جوج معالق ديال الدقيق، ما عامرينش بزاف، دي فقط باش يجيكم القوام شاد راسو شوية. غادي نخلطوه مزيان، الا تكونوا لكم حبيبات ممكن تغربلوه تصفيوه عفوا. بعد زدت معلقه صغيره ديال الكاكاو المر. من بعد ما وجات ليا الكريمه غادي نزيد ليها معلقه صغيره ديال الزبده، وغادي نخلط. فالزبده في الاخير كتخلي تحافظ على داك اللمعان، وفي نفس الوقت كتخلي تعطي واحد القوام زوين للكريمه ديالنا، يكون عندها واحد الملمس رطب. كنحاولوا نذوبوا الزبده مزيان. دابا غادي ندوزو المونتاج اولا نبدا نصايب. خديت هنايا شويه ديال القهوه سريعه الذوبان مع الماء عادي ديال البارد، غادي نغطس فيه البسكويت، غادي نستفو في القالب ونديرو الطبقه الاولى ديال البسكويت. ما فرشت الطبقه الاولى، غادي نديرو الطبقه ديال الكريمه، نحاولوا نقادوها غير هكا، نحاولوا نجربوا في الخدمه باش ما تقصحش لينا. بعد غادي نزيدو طبقه اخرى ديال البسكوي. فانا هاد المقادير اللي عطيتكم ديال الكميه صغيره، ممكن نتوما تدبروا المقادير على حسب عدد الافراد وعلى حسب شنو بغيتو نتوما. غادي نستمر بحال هكا كنغطسو البسكوي من جوج جوايع ماشي غير من جهه باش كيجينا رطيطب. حتى الا بغينا نقطعوها ما كيكونش عائق ديال البسكوي قاصح. كنحاولوا نعمروا اكثر ما يمكن الطبقه ديال البسكوي. من بعد غادي نزيدو الطبقة الثانية ديال الكريمة، نقادوها
وجدي متساوية ويجيو الطبقات باينين قادين، والطبقة الثالثة ديال البسكوي بنفس الطريقة نغطوهم في خليط ديال القهوة والماء نزيدو طبقة أخيرة ديال الكريمة وكنحاول نقادوها بحال هكا بسباتول أولا معلقة هذه باش ما كان المهم أن الشكل يكون متساوي أنا كما لاحظتو الكريمة بدات كتشد راسها يعني خصنا نزربو فيها الخدمة كنغطيوها كنحاولو عفوا نقادوها بحال هكا كنغطيوها بفيلم أليمونتيغ ولا بابيي سيلوفان وندخلوها نخليوها تبرد على خاطرها فالصراحة هاد الدسات كيجي رائع بزاف فكيما ديما كنقول لكم باش ما تكونش لينا طبقة يتقصح لينا في الكريمة الطبقة الأولى ديال الكريمة الأحسن نغطيو بهاد الطريقة صراحة ملي كيبرد كيتحيد بكل بساطة مكتبقاش الكريمة لاصقة لنا في البابيي سيلوفان كنحاول نقادوها من بعد كندخلوها للثلاجة تبرد مزيان كما قلت لكم على خاطرها وبصحة وراحة بالنسبة للوصفة الثانية غادي تكون كيكة بنات بسيطة وكيكة كتكون ناجحة 100% ندوزو دابا المقادير كنحتاجو كاس لاروب ديال زيت نباتية كاس لاروب ديال السكر ربع ديال البيضات كاس ديال ياغورت بالفاني ثلاثة ديال الخمارات كيميائية وجوج ديال السكر الفاني أول حاجة كنبداو بها هي كنطلعو البيض مزيان عندي ربع هاد البيضات بحجم كبير ممكن نديرو خمسة إلا كانوا صغار فانتوما على حساب عينكم ميزانكم والبيض يكون بحرارة المطبخ باش يساعدنا باش يطلع بعد غادي نزيدولو كاس لاروب ديال السكر وغادي نزيدولو سكر الفاني ممكن تنسمو الكيكة باش ما بغيتو بالفاني او لا بزيست ديال السيترون او زعما البشور ديال الحامض او الليمون كيبقى على حسب الذوق وغادي نخلطو مزيان كما غادي تلاحظو تيضاعف الحجم ويتغير اللون ديال الخليط انا درت غير البيض
والسكر، تبداي اللون الصفر يبهت ما يبقاش اصفر ناصع بحال هكا، كما لاحظتوا تغير الشكل القوام واللون. غنبدا نزيد الزيت على 3 ديال الدفعات متقاربه، فقط نديروهم 3 ديال الدفعات مختلفين. غادي نزيدو كاس ديال الماء دافي، ماشي البروده ماشي دافي بزاف، وغادي نخلطوه نزيدوه. بعد غادي نزيدو ياغورت الفاني، وغادي نبدا نزيد دابا الدقيق. زدت الكاس الاول، كاس ديال العنبه، غادي نديرهم في صفايه اولا غربال، وغادي ندير نزيد عليهم 3 ديال الاكياس ديال الخميره خميره الحلويات، ونغربلهم ونخلط. صافي تنخلط، عاد نشوف ديك الساعات واش غادي نزيد، على حساب الجوده ديال الدقيق، وفي نفس الوقت كما تكون الحجم ديال البيض اللي استعملنا زائد السوائل اللي درنا الزيت والماء. انا غادي نشد كاس ديال الدقيق غنديرو في شي زلافه بحال هكا، غادي نزيد عليه هاد الدوائر ديال الشوكولاط. علاش غادي نديرهم في الطحين؟ باش منين نخلط الخليط ونديرهم في الفران ما تهبطليش ما يهبطليش الشوكولاط لتحت ويبقى يتجمع لتحت. نفس الشيء بالنسبه للفواكه، ممكن ديروه لاي فاكهه فاش تبغيو ديروها في شي كيكه، تخلطوها مع الدقيق بهذه الطريقه وعاد ديروها في الخليط، فهكا كتبقى مهزوزه في الخليط ما كتهبطش لتحت ديال القالب. زدت هنا الكاس الثالث، غادي نخلطوه مزيان. كما كتلاحظوا الحبيبات ما هبطوش. من بعد في الاخير غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخل، انا درت معلقه ونص. من بعد خديت المول دهنتو بالزبده والسي او الدقيق، وغادي نخوي الخليط. فكما قلت لكم الا لاحظتوا الشوكولاط ما هبطش، فمن الاحسن ملي نبغيو نديرو اي اضافات. ما خرجت الكيك ديالي اللي دخلته الفران في درجه حراره 180 درجه لمده 45 دقيقه. خديت المربى ديال الفريز او اي مربى بغيتو، زدت له شويه ديال الماء ودرته فوق البوطة، وغادي ندهن به الكيك ديالي بحال هذا الشكل. غادي نحيد ديك الطريفات لانه ما كيعجبونيش. نحاول نوزع المربى على الكيكه كامله، الوجه ديالها او السطح ديال الكيكه. من بعد هنايا خديت اللوز اللي حمرته وهرمشته، وغادي نوزعو فوق الحلوى او عفوا الكيكه. هنايا الرز عفوا اللوز غير حمرته غير في مقيله بحال هكا، وهرمشته بالطحانه ماشي قليته، خليته بالقشور ديالو كيجي ألد. صافي غادي نستمر بحال هكا ونوزعه على الكيكه كامله. ممكن تزيدوها باش ما بغيتو، ممكن ديروا حبيبات ديال الشوكولاط اولا الفيرميسيل، ممكن ديروا الكوك، على حسب كل واحد وشنو كيبغي. فانا لست من محبي الكوك، علاش ما عمركم تشوفوني كنستعملو غير الا صايبت شي حاجه للعائله. كيكون هذا هو الشكل النهائي، كتكون هذيك هي النتيجه ديال الحكايه ديالنا. فكانت غزاله ما كتحشمش وناجحه 100%، وكتوجد دغيا. نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، جاكم خفيف ظريف. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك وبارطاج. بصحه.